على قدم وساق، تسعى الإدارة الأمريكية إلى تصفية رؤوس أهم حيتان التنظيمات الإرهابية حول العالم، لا سيما قادة تنظيم القاعدة في اليمن. فبعد لدغة النسر الأمريكي التي قضت على قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، لم تضيع واشنطن وقتاً، حيث عرضت مكافأة بملايين الدولارات مقابل أي معلومات عن المرشحين لخلافته على رأس تنظيم القاعدة في اليمن، وهما سعد بن عاطف العولقي وخالد سعيد بطرفي. وعرضت الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 11 مليون دولار مقابل تلك المعلومات. ونشر برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع للوزارة صورتين للإرهابيين، تعقب من شأنه إنهاء ازدهار التنظيم الذي وجد متكئاً في الفوضى التي جلبتها الحرب بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين عام 2014. لكن إمكانياته تراجعت ولم يعد بالقوة التي كان عليها من قبل، لا سيما مع الضربات التي تلقاها من قوات التحالف العربي، فضلاً عن مقتل قيادات كثر لتنظيم القاعدة في اليمن في السنوات القليلة الماضية وغياب الشخصيات القيادية. عوامل ستكون مجتمعة لها كبير الأثر في القضاء على مستقبل القاعدة في اليمن وجزيرة العرب.